السلام عليكم. اليوم نديرو لا ريسيت ديال لي باتاشو سهله. نديرو 250 غرام ديال الماء، نديرو 80 غرام ديال الزبده، بعد ما تغلى لينا لا روسيت اللي فيها الماء والزبده صافي تغلى، نكبو على لافارين ونبداو نحركوها مزيان حتى ما تبقاش لاصقه في الباسين. بعد نديرو بيضه ببيضه، علاش؟ باش ما درنا ثلاثه د البيضات راه البيض كامل في دقه واحده غتبدا تقطع وما تبغيش تخلط لينا وتولي سايحه بزاف. يعني نديرو البيضه الاولى ونحركو بشويه، نحركو شتو تتحرك الشيء تتقطع. من بعد بدات تجمع، ملي بدات تجمع نزيدو البيضه الثانيه. شتو البيضة؟ تنزيدو بيضة ببيضة، تجمعات شوية زدنا البيضة التانية. المهم الطريقة ديال التحراك، لأن فهمتيني لما تحركاتش مزيان وزدتي البيضة التانية بحال ما تجيش مزيان وتخاف لا تولي سايحة، يعني في الخدمة تجي شوية صعيبة، وتا ملي تدخل الفران ملي طيب ما تطلعش مزيان. زدنا البيضه الثالثه. اليوم لا روسيت درنا فيها ثلاثه البيضات، المهم على حسب كل نهار. بعض المرات حيت لا في الاول ما نشفناش حنايا، ما درناش لافارين في الكاسرونه، كبينا التخليطه اللي غلات، يعني ما غلاتش بزاف وما نشفاتش بزاف، يعني ثلاثه البيضات كانوا كافيين. شتو دابا؟ شتو كي جات في الاخر؟ جات مزيانة. دابا نبداو نديروها في البوش. ملي تبوشي حاول ما امكن الراس ما يجيش لا فهاد الجنب لا فهاد الجنب، يجي الوسط. شتو؟ تدور الوسط باش تبقى الوسط. ولكن بعد فاش نبداو نديرو سميتو لا دورور سميتو البيض، هداك الراس ينزل. حاولنا نخدمو بالشيتا ولكن ما خدماتش مزيان لان قاصحة شوية. درنا ديريكت بالفورشات شيتا تكوادري، تديري البيض وتكوادري حتى تكمليهم كاملين غير بشوية. المهم نطيبو في الفران لمدة نص ساعة حتى 40 دقيقة على حسب الفران، لمدة 35 دقيقة في 360 درجة فرانهايت. دابا الشوم كيجاو واقفين مزيانين، يعني شادين ديك لاكروت، ديك القشرة الفوقانية شادة مزيان. دابا نديرو لاكريم باتيسير، فيها 100 غرام ديال السكر سمول سنيدة مع 8 ديال لي جون دوف. نحركوهم مزيان، نبلونشيهم، المو تكنيك هو نبلونشيو بحال لي تطيب، لأن السكر تيطيب لي جون دوف.
ما عمرك ما تخلي الصفر البيض والسكر مجموعين وما تحركهمش، لانه يترونشا ويدير واحد الخيوط صفرين. درنا الحليب، مارشينا الحليب باش يسخن، ندير له 100 غرام ديال السكر سومو الاخرى فاش يبدا يغلي. المهم شتي، درنا السكر نحركه شويه، درنا نديرو نزيدو الفاني شويه على حسب اللي قديتو نتوما. دابا نزيدو 110 غرام ديال مايزينا ونحركوها بشويه لان خفيفه بزاف، نحركو بشويه حتى اوموجينا مزيان، عاد نحركوها مزيان. شتو كيفاش نحركو بشويه لان كاع داك اللي في الجناب يتحيد، لان اللي عندنا ليكيد بالزربه يطيح داك المايزينا اللي في الجناب. حاول شويه تتحرك باش ما يبقاوش لي غريمون، باش ما يبقاوش، لان المايزينا بقات محبته تجي بحال بحال الرمله. ملي يسخن الحليب صافي يغلي، نكبو شويه نص ديال الحليب تقريبا، نكبوه في هذيك المايزينا والسكر ولي جون دوف ونحركو بشويه. حركوها حتى تخلط مزيان، عاد نكبوها في مع الحليب. ما نجيوش نكبوها ديريكت، علاش؟ باش ما تكواغولاش، باش ما يت البيض ما يطيبش بالزربه. ملي نبداو نحركو في الاول نحركو بشويه، ما نحركوش بالزربه باش نخليو الفرصه فين البيض يبدا يتجمع، ونفس الوقت ما نخليوش عاوتاني يتحجر. دابا ملي بدا تجمع شويه نبداو نحركو بالفوي قبل ما تلصق، حيت لصقات صافي غتخسر. نبقاو نحركو العافيه تكون مهيله باش يطيب لينا مزيان وما تحرقش من التحت. نديروها في لاباسين ونديروها على بابي فيلم، ونحطو البابي فيلم نلصقوه بالكريم باتيسير، علاش؟ باش ما ديرش واحد القشرة. نديرو سميتو نتخبوه من التحت لي شو باش نعمروهم بالكريم باتيسير. نديرو الكراميل، الكراميل عادي، السكر والماء، فهمتيني؟ السكر على حسب، لو كنتي قاد تحكم فيه ديرو بلا ماء، فهمتيني؟ قد تحكم فيه ديرو بلا ما، ما قادش تحكم فيه دير الماء. وقت اللي تنوجدو الكراميل نبداو نعمرو ليه الشو من التحت. لا دوي تكون صغيره من التحت، شتي هاد الدويه يلاه صغيره، نبداو نعمرو ليه الشو من التحت. ملي الكراميل يوجد شوفو تنهزوهم بيدينا وعندها كينتحرقو راه بالزربة، ونحطوهم على على راسهم على وجههم، نبقاو وحدة بوحدة تنساليوهم. من بعد تنديرو هاديك العش، تنديرو باش جوج مغارف بحال هكاك، ملي يبدا يبرد نهزو بالمعلقة بفرشيطة ونبداو نحركو، فهمتيني؟ وتنجمعو هذا كنديرو به واحد العش تيجي مزيان. شتي داك العش راه هو الشكل اللي بغيتي تدير بداك العش، وتتنظمهم بحال هكا وديرهم سكر كلاص. هذاك سكر كلاص ما تيدوب ما تيمشيش البيوضه ديالو بالزربه لانه فوق الكراميل، وهي دي النتيجه الاخرى. عجبو الفيديو ما ينساش لايك وسبسكرايب، وان شاء الله يكونوا دروس اخرين.